بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على الآيات وما يستفاد منها من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: وندخلهم ظلا ظليلا. فيؤخذ من هذه الآيات استحقاق من فضل دين الكفر على دين الإسلام للعنة الله وغضبه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فمن يفضل الكفار على المسلمين فإنه داخل تحت لعنة الله عز وجل. يؤخذ منها أن من لعنه الله فلا مطمع في هدايته، ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الخير، لأن الله طمس على قلبه وأزاغ قلبه فلا مطمع في هدايته والعياذ بالله. ويؤخذ منها أن من ترك الحق بعد معرفته عوقب بالزيغ وعدم الرجوع إلى الحق، فإن اليهود لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. ويؤخذ منها أن الملك لله وحده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا شريك له في ذلك. فهذا فيه رد على اليهود الذين يريدون أن يحرموا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من الخير وأن يحصروا الخير فيهم، لأنهم يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم المستحقون لكل تكريم، وأن من عداهم من البشرية فهم خدم لهم ولا يستحقون شيئا. يؤخذ من هذه الآيات شدة بخل اليهود، وأن ذلك صفة ملازمة لهم، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ما ينفقون أقل شيء، وهذا متحقق في اليهود في كل زمان، فهم أبخل الناس وهم أجشع الناس، وهم يأخذون ولا يعطون، يمتصون الثروات العالم ولا يخرجون منها شيئا في سبيل الخير، بل إنهم ينفقونها على وسائل الدمار والأسلحة الفتاكة كما هو مشاهد الآن. فهم يعملون على تدمير البشرية كما قال سبحانه وتعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يؤخذ من هذه الآيات ذم الحسد، وأنه من صفات اليهود، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذه صفة اليهود، تمنوا زوال النعمة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمته. والحسد داء خطير وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد يحمل صاحبه على الكفر والعناد والعياذ بالله كما حمل اليهود. يؤخذ منها أن الحسد قد يمنع من قبول الحق، وهذه من أعظم آفات الحسد،
فإن اليهود حملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما يؤخذ منها أن الحسد قد يحمل على قول الباطل وكلام الكفر: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه مقالة اليهود لكفار قريش، يفضلون عبدة الأوثان على عبدة الرحمن سبحانه وتعالى بسبب الحسد. يؤخذ منها أن اليهود لم يشكروا الله على ما آتاهم من فضله من بعثة الأنبياء فيهم وإعطائهم الملك. ويؤخذ منها أن الله جل وعلا لا يعمم بالحكم ولكنه يفصل، قال تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. ليسوا كلهم صدوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليكفروه. قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ومن هنا لا يجوز تعميم الحكم وإطلاق الحكم على الناس كلهم، بل لا بد من التفصيل ومدح من مدحه الله وذم من ذمه الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات شدة وعيد من كفر بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله توعدهم بأن يصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلهم بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. ويؤخذ منها دوام عذاب الكفار في النار، وأنهم لا مطمع لهم في رحمة الله ولا طمع لهم في الخروج من النار، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. وفيه دليل على بقاء النار وأنها لا تفنى والعياذ بالله. وفي الآيات وصف الله عز وجل بالعزة والحكمة، العزة هي القوة والحكمة هي وضع الأشياء في موضعها، فهو قوي يضع الأمور في مواضعها، فهو جمع لنفسه سبحانه بين صفة العزة والحكمة، فليست عزة تضع الأمور في غير مواضعها، وإنما هي عزة وحكمة. وفيها جزاء من آمن بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الأخيرة: من الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. فيها خلود أهل الجنة ودوام نعيمهم، وأن الجنة لا تفنى أبد الآباد. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.